ولكن ما هو دور الوقف السني إذن في نينوى الشيخ محمد؟ يعني سكان يقولون بأنه اليوم نحن نطالب الوقف السني بإيجاد الحل الجذري واستكمال تنفيذ المشروع. الوقف السني في نينوى أنا لا يعني من باب التبرئة، لكن القضية مركزية، القضية تعود لديوان الأوقاف في بغداد، هو الذي ممسك بزمام الأمر. الوقف السني في نينوى مجرد شاهد أو هكذا، يعني ليس بيده زمام الأمر في هذه المسألة، كما أنه ليس بيده زمام الأمر في كثير من القضايا الأخرى. أنا ليس يعني تبرئة لهم أو كذا، لكن ديوان الوقف السني في بغداد هو صاحب القضية، هو الذي يسأل، هو الذي يجب أن يخرج ويبرر ويقنع الناس. يعني ليس معقول وليس مقبول، ولا من باب الإدارة ولا الهندسة ولا اللياقة، أن مشروعا بناء جامع 24 عاما ولم يكتمل إلى الآن 50%، يمكن ما اكتمل. طيب يعني لو قلنا إلى أي 50% مدى وتلاحظ، نعم، يقال تلاحظون أيضا مرة 70% يقومون أيضا؟ بتغليف ثم 70%، مرة يغلفونه بعد فترة يرجعون ينزعون هذا الغلاف، نعم يقلعونه ويأتون بتغليف جديد، وثالث مرة، لثالث مرة أتذكر أنه تم تغيير التغليف. هذا كله ملايين، مليارات، هذه مليارات، وبينما الأمر الرئيسي في إعماره متروك.